إذن سيداتي أنستي سادتي متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثامن من هذه الأمسية جازة قطر للإنتاج المغفور لها إن شاء الله راشد مبارك الشافي للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات فقط مسافة 1400 متر، إي دي إس العرض إيجيس العريق إيجيس معدي فواز الشجاعة فرج الشيراز حمواري واسكندر ذياب الشجاعة وناسة زوكو إيجيس جمرة واري من مدينة هبوك وتكساس، انطلاقة قوية مع الجواد رقم 3 يجيس معدي لسيد يوسف فرج الجفال فلعب غنيمة على الصدارة وعلى المركز الأول، محاولة خطف الصدارة من قبل الجواد رقم 14 تكساس السادة مربط البدء الآن ومحاولة من الخارج مع الجواد رقم 4 فواز الشجاعة سيد حسن المطوي والجواد رقم 5 عفوا فرج الشيراز لسيد حسن المطوي جي بي جامبر على ثاني المراكز ومحاولة ثالثا من الخارج مع الجواد رقم 11 يجيس جمرة لمربط الجريان بن بحر، إذا بن بحر من الخارج مع الجريان هادي الرمزاني الآن وتوماس لوكاسكا يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول والمحاولة الجواد رقم 10 زاكو للسادة مربط الجسر الآن ابن داعس محمد خالد الأحمد وسالم غلام الآن مربط الجسر عود إلى الصدارة وعود إلى المركز الأول مع الجريان وابن بحر الجواد رقم 11 إيجيس جمرة السادة مربط الجريان هادي الرمزاني على الصدارة وعلى المركز الأول، إذا هادي الرمزاني إلى المركز الأول وإلى الصدارة مربط الجريان الآن على الصدارة وعلى المركز الأول إيجيس جمرة وهادي الرمزاني بكل أريحية نعم بفارق كبير مربط الجريان إلى الصدارة وإلى المركز الأول هادي الرمزاني بكل أريحية وإلى المركز الأول وإلى الصدارة بفارق بعيد نعم. ثاني مشاركة لهذا الجواد وثاني إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 11 إيجيس جمرة للسادة مربط الجريان مدرب هادي الرمزاني كان توماس لوكاسكا في ثاني المراكز مع الجواد رقم 3 إيجيس معدي لسيد يوسف فرج الجفال ثالثا مع الجواد رقم 9 الجواد وناس لسيد علي بن ثامر المحشادي رابعا مع الجواد رقم 5 الجواد فرج الشيراز خامس المراكز مع الجواد رقم 13 الجواد تبوك. ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط. يتفضل سعادة السيد محمد بن حمود بن شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي لتتويج الفائزين بجائزة قطر للإنتاج للمغفور له إن شاء الله راشد مبارك آل شافي الخيال الفائز بهذا الشوط. نقول ألف مبروك توماس. وأيضا يتفضل السيد علي الكبيسي يتسلم كأس المدرب هادي الرمزاني ويتفضل السيد محمد بن حمد بن خليفة العطية ليتسلم كأس السادة مربط الجريان. ألف مبروك الفوز جائزة قطر للإنتاج للمغفور له إن شاء الله راشد مبارك الشافي. صورة جماعية وتذكارية تجمع كل من الفائزين بهذا الشوط السيد علي البيسي وأيضا السيد محمد بن حمد بن خليفة العطية والخيال الفائز توماس. درع التذكاري مقدم من نادي السباق والفروسية لسعادة السيد محمد بن حمود بن شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. متواصلين وإياكم مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية أمسية اليوم الشوط التاسع كأس مشارب للخيل العربية